السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الصور متداولة لرمضان صبحي في جمهور نادي بيراميدز في استاد الكلية الحربية، وهو بيعمل تصوير لنادي بيراميدز وفي فانيلة النادي وتيشيرت النادي. طبعا التصوير ده بيثبت إن اللاعب مضى بالفعل لنادي بيراميدز وهينتقل لنادي بيراميدز. طبعا جمهور الأهلي مش هينسى لك الموقف ده يا رمضان، ولا هينسى إن أنت بعت النادي واشتريت الفلوس. كنت بتكسب في النادي الأهلي من الإعلانات بس أكتر مما هتكسب من نادي بيراميدز في ال3 سنين لو كنت اعتمدت في النادي الأهلي على إعلانات من زمانك. دلوقتي بتاخد في السنة أكتر مما هتاخد في بيراميدز، ولكن أنت فكرت غلط وحسبتها غلط. واللي بيخسر الأهلي بيخسر مستقبله، بيخسر جماهيريته وشعبيته مدى الحياة. أنت خسران مش الأهلي، وأنت اخترت طريقك وأنت حر، كل واحد حر في مصيره وبيختار طريقه.